مساء الخير مشاهدينا الكرام. المسرح ذاك الفضاء الرحب بمساحة الخشبة الصغيرة، هي طبعا يعني كل عالم الممثل أثناء العرض وكأنها معزولة هناك في عتمة الزوايا، تختبئ حكاية الممثلين ليظهروا بالتتابع، أضواء تلاحقهم وأخرى أيضا تخفي ملامحهم. المسرح ذاك الشغف الذي يدغدغ طموح كل فنان ليقترب بنبضه وأنفاسه من الحضور، قريب جدا وحقيقي جدا وحر كثيرا. طبعا هذا هو سحر الخشبة. من مقدمتنا هذه بوابة لندخل في عوالم العرض المسرحي هدنة، والذي طبعا انتهى من آخر عرض أواخر الشهر الماضي. لنبدأ ببطاقة هدنة، فهو طبعا عن نص للشاعر عدنان الأزروني وإخراج الأستاذ مأمون الخطيب، تمثيل طبعا يامن سليمان، لينا حوار، نسرين فندي، جمال نصار، أسامة تيناوي، وأيضا غسان الدبس، رنا جمول. ويعني طبعا هدنة هي حكاية تبدأ مع الشاب هادي الذي طبعا يمثل يعني هذا الدور يامن سليمان، هو المهندس الذي يلتحق بخدمة العلم وينتقل من مكان لآخر، والمتراس هو المرافق الدائم في العرض، وكأنه أصبح بطلا في المسرحية وواحدا من شخوصها. هو المكان ورمزية ما يحصل الآن، يعني تتلخص فيه المتراس وبيرافق أحلام هادي ببناء بيت لحبيبته مريم الفنانة التشكيلية نسرين فندي، وتدور الأحاديث بين الشخصيات، وهادي هو المحور مع متراسه والحلم أيضا بين هادي وأمها، أيضا لينا حوارني وأبوه غسان الدبس، والخلافات التي تحدث في أي عائلة وأسرة، بين جيل وجيل. وعائلة مريم أيضا لها حكاياتها وخيباتها وأحلامها التي جسدتها أم مريم رنا جمول، وطبعا أبوها جمال نصار، لتكتمل المشهدية المسرحية بصديق هادي عمار أو أسامة تيناوي، وهو الوجه الآخر لذكريات الأماكن في دمشق وكل تفصيل فيها ورائحة وعبق ينطلق من كل زواياها، مفردات تلامس الروح في زمن الحرب. عمار الذي يضحك رغم كل شيء ليقهر السواد والوجع. تنتهي هدنة وداع هادي وذهابه للجبهة غير البعيدة عن بيته. الجميع يلتف وراء المتراس ويوزع أسس الورد الدمشقي في رسالة تكاد تقول: الأمل رغم كل شيء، الحب رغم الحرب. والمسرح طبعا يتوهج. يعني اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الأكارم في استوديو بعد العرض، وأبدأ بالفنانة القديرة، يعني صاحبة الروح الجميلة والابتسامة دوما والتواضع، ست لينا حوارني. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيك، يسعد مساكي، وشكرا كثير لهاللفته الحلوه. بنبلش مشوارنا مع بعض اليوم. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا طبعا، ايضا يسعدنا ان يكون معنا لاول مره يعني وليست الاخيره طبعا ان شاء الله، يعني طبعا المسرحي والشاعر الاستاذ عدنان الازروني. بدي اقول لك يسعد مساءك، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بحضرتك. ايضا اسمحوا لي يعني ان يكون معنا، يعني قبل ان نرحب بمخرج هذا العمل، ان يكون معنا الممثل ايضا الفنان يامن سليمان. بدي اقول لك اهلا وسهلا بحضرتك معنا. اهلا وسهلا فيكي، شكرا لك. بطل يعني هذا هي يعني. لا والله انا بطل اكيد يعني، كلكم ابطال قدام الكبار الموجودين معنا. اهلا وسهلا بحضرتك معنا بالاستديو بعد العرض، وايضا يعني سيكون الترحيب يعني الاكبر ل يعني الاستاذ المخرج القدير الاستاذ مأمون الخطيب. يسعد مساءك. مساءك، شكرا كثير، والترحيب الاكبر لكل مجموعه العمل. طبعا شكرا على المقدمه الجميله اللي حطيتوها، ولكن الترحيب الاكبر بالاساتذه الموجودين معنا والاساتذه الغايبين عننا، بقيه خلينا أفراد نقول العائلة. ابطال العمل. نعم. اللي هن ممثلين ومصممين وفنانين وفنيين، وحتى كل شيء من ساعدنا يعني بخلق هذا المولود الجديد اللي هو مسرحية هدنة، هو الترحيب فيهم إلهم أكثر يعني بغيابهم وبوجودهم. نعم، هيدا يعني وفاء منك أستاذ مأمون، وأيضا تواضع وكبر يعني من حضرتك. شكرا أكيد. هو هي الحقيقة يعني، ما عم نقول شيء غير الحقيقة، هي بطاقة شكر لأنه كانوا فعلا هن المؤثرين يعني، سواء الموجودين على الخشبة وجنود المشهورين يلي خلف الخشبة. صحيح، بنوجه لهم اكيد تمام. كل التحية والتقدير والشكر، لانه بالفعل هم الابطال يعني، احيانا ربما يكون مجهولين ولكن من وراء الكواليس، ولكن ايضا لهم الدور في نجاح دوما اي عمل. اكيد التحية الكبيرة لكم. يعني نحن رح نتوقف مع مشهد من هذه المسرحية وعودة لحضراتكم، تفضلوا. ليه ساكت؟ شو بدي اقول؟
قولي اي شيء. ما فيني اقول شيء. ليش عم تبكي هيك؟ شو كان فيني اعمل؟ كان داخل غرفتي. ما فيني ارفض. لك هذا اكبر منك 28 سنه وست شهور وعشر ايام. هذا اخوك. لانه عشان كان لازم تقولي لا. كله رح يروح بالتنظيم الجديد. طيب شو في جنب المطبخ؟ جنب المطبخ شيله على هذا المطبخ. مثلا؟ بدك دوش؟ لا يعني الحقيقة نحن هلا لهلا عم نتابع مشهد من المسرحية رجعتكم يمكن لهذه الأيام، ما هيك أستاذ مامون؟ وأيضا يعني الست لينا والأستاذ يامن، يعني لمدة شهر هذا العرض، يعني كل يوم تقريبا في أكيد مجهود كثير، وخاصة أنه كل يوم يعني يختلف عن اليوم الذي يسبقه. كيف ممكن نحكي عن هذه التجربة هدنة؟ هلا بدي احكي لك من اول يوم عرض نحن بالنسبه لنا، وطبعا بدي نوه للمشاهدين انه يعني نحن الان اتاخذنا، ويعني يمكن الست ليدا وايضا الاستاذ يامن انشدوا للمسرحيه لانهم كانوا جزء من المسرحيه، ما شافوها اي ما شافوها كمان العمل، فهلا الحقيقه متفاجئين كمشاهد يعني. نعم ايه حبيت وهيك حسيت روحي، فيعني نيال اللي شافنا يعني المخرج كثير ممتاز والكاتب ايضا. انا كنت اقول له لمامون عن جد شو حبالي شي يوم شوفها للمسرحية كيف شلون يعني. بس لحكي لك انا بغض النظر عن اي شيء، وعرض نحن 14 عرض يعني مشاعر مختلفة يوميا. نعم. يوم عن يوم تختلف تماما، اول يوم غير ثاني يوم غير ثالث يوم، احساسنا بالرعب والخوف والادرينالين اللي بالشع، ودائما بنهدي بعض يعني نحن ورا الكواليس بنمسك بعض هيك بنعطي طاقه مع بعض بنحمس بعض، احساسنا انه في شيء جديد يعني هذا الاحساس مجرد انك انت توقفي على خشبه المسرح ما له عادي ابدا. وبالنسبه لنا كان كل يوم مختلف عن اللي قبله، انه نحن لاول مره اليوم بدنا نعرض ناس جديده ونحن بروح جديده. فما حسينا لا بملل ولا بتعب ولا بشيء، بالعكس كان يوميا في حب اكثر من اللي قبله الحمد لله. جميل هذا هذا الشعور الحقيقه عندما يعني يبنى على الالفه وعلى المحبه وعلى يعني عنصر النجاح بيكون يعني اكيد هو في الاولويه يعني كما يقال. يامن يعني ايضا العمل مع ناس كبار يعني ولهم ايضا تجربه بالمسرح، حضرتك يعني صار لك يمكن سبع سنوات تقريبا متخرج، هذا ايضا ممكن يعطيك خبره يعني بالمسرح، كنت بطل هذه المسرحيه، ويعني الحقيقه كانت والدتك والان يعني موجوده معي الوالده اكلت قتل كثير يمكن بالبروفات والله اكلتني كثير. بس هلا هو هذا اللي بخليني انا بما اني كنت اصغرهم عمرا ان كان بالعمر الحقيقي وان كان بالعمر الفني والمسرح او التجربه. نعم نعم. فكان مسؤولية كتير كبيرة. كل الوقت أنا دائما أسأل مأمون، قال له الأستاذ مأمون، قال له أنا خايف أني ما بين قدامه، دائما قال له عندي هذا الخوف أني أنا ما خايف أنه ما بين قدامه يا أخي، أنه وجوههم لحالة بتحكي. فيقول لي أنت اشتغلوا ما عليك. لما بيكون في هاي الحالة الود والحب، هلأ أنا بالنسبة إلي استفدت من هالمسرحية بشكل مو طبيعي. من كان بدي اقول لك لما بيكون المخرج، انا لما بشوف المخرج بخشبه المسرح بعتبره مثل الاستاذ، طبعا لساتني عايش قصه الطالب والاستاذ. لا. لانه هو كل الوقت هو اللي بيوجه، هو اللي بيعطيك المحرك الاساسي للعمل الحقيقه وللاشخاص. والناس اللي بيكونوا معك على الخشبه خصوصا اذا كانوا ناس معطائين، فانت بتقدري تاخذي من عندهم طاقه ايجابيه، تاخذي من عندهم شغلات بتقدري تشوفيهم، لما تشوفيهم كيف عم يعطوا تتعلمي منهم شوي. المسؤولية، حتى المسؤولية انك توقفي على خشب المسرح، مسؤولية صحيح. انك تيجي على البروفا، مسؤولية انك تكوني متعاونة مع المحيط، هذا الضمير المهني الحي والصاحي ومحبة العمل المغروسة دوما بالقلب هي اللي بتعطي كمان هي تماما. انه الواحد قدر ان كان يحاول يتعلمها شوي شوي، هي الف باء الواقع. صحيح. نوه على هي النقطة شوي، بس اقول له ليامن، مو لانه يامن قدامي او
اول شغله نحن بنوقف على خشبه المسرح كمان انا صار لي سنين هي ما لها علاقه لا موضوع تواضع من يامن ولا تواضع مني. نعم. الفكره انه نحن كلياتنا بنحس على خشبه المسرح مبتدئين لساتنا طلاب. المسرح بده اكتشاف يومي. صح. نحن دائما بنروح بنفكر وبنرجع لعند المخرج بنرجيه ليقلنا اوكي لا في حالة اكتشاف. فنحن يعني بتقدري تقولي يعني ما أصابنا لسه الغرور طلب. يعني لا 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 لا, لا, لا معلش ولا في مو موضوع كمان والله في حرفية أوصلنا يعني عم نشتغل لا لا أنا بشوف المسرح هو عملية اكتشاف يومية من بداية البروفا لحتى يعني نقول العرض. رح فوت أنا بس على كلامك. قالت كلمتين قالت كلمة الحرفية ونحن دائما بالمدرسه المسرحيه اللي تعلمناها خلال الدراسه كثير بتفرق الحرفيه عن الاحتراف. تعقيبا على حكيكم كل شيء عم تحكوه هو له علاقه بالاحتراف. نعم. انه انت لما بتكوني عندك هذا الاحساس استاذ يامن او مدام لينا او صحيح. جميع الممثلين او حتى الكاتب اللي موجود معنا يوم اللي بتفوت كل يوم بهي الروح الجديده والبحث عن الاكتشاف والبحث صحيح. عن الذات بالمسرح وعلاج النفس بالمسرح والسعي الى تحقيق النص وما وراء النص وتحقيق المشهد وشو كنا حابين هذا احتراف. نعم. يعني نحن كثير بهذا العمل كنا الجميع خليني اقول الاخرين هني محترفين. هي شوي احسن من كلمه الحريفين. نعم. لانه نحن كثير بنميز بين فن الخلق والعرض وفن الصنعه. الصنعيين بالمسرح هن الصنعيين بالمسرح والثقافه والادب هدول بنسميهم من مدرسه الصنعه. نعم. يلي هن بيشتغلوا اي شيء بالطريقه الصنعيه بمعنى بدون احساس بدون يمكن روح. هذه المفردات لا يتقنها الا المسرح يعني المسرحيين بيتقنوها ولكن هي تنسحب على المثقفين ايضا والثقافه. انه اللي بيشتغل بصنعه يتقنها لدرجه انه بتطلع روحه منها فهو يوميا بيعيدها وبيكررها بدون روح. يعني لما عم تصنعي اي خلينا نقول ماده. نعم. خلينا نقول عم خنجر اي عمل نعم. ما لما بتعيدي تكرار نسخ عنه فبتقولي انا هي صنعتي فبعملها بدون روح يوميا وبزتها للمنتج بعمل المنتج وبزتها عندما تكون الاداء آلي محترف يعني عندما يكون بالمسرح وهذا الفضاء حتى في ارواح في ارواح وممثلين وكتاب ومثقفين ونقاد وصحفيين هني اصبحوا من مدرسه الصنعه وليس من مدرسه الخلق والابداع. الخلق والابداع هو اهم من اي شيء. تماما وهذا الحقيقة اللي منعاني منه يعني بهي الفترة. وكنت سألت يعني الأستاذ عدنان قبل ذلك يعني قبل أن أسألك عن روح الإبداع يعني وأنه حضرتك تكتب بطريقة وبأسلوب يعني يختلف عن الكثيرين من الكتاب أو حتى حضرتك كشاعر. لماذا في البدء هدنة؟ يعني ما المقصود من هذا العمل؟ لماذا تحت هذا العنوان؟ تمام. أنا بس بدي كمان عقب على اللي أتفضل فيه الأستاذ مأمون لأنه هو مهم جدا. كان الأستاذ مأمون بيحكي بروح الفن أصلا. نعم. الذي هو من حيث هو متحرك دائما هو اساسا خرق للقواعد يعني القواعد الفنيه. فالمدرسه او المدرسه بالفن او النظريه بالفن هي لاحقه للابداع وياتي ابداع اخر لينصف هذه المدرسه وننتقل الى نظريه اخرى او محاوله انشاء نظريه جديده. نعم. هذا هو اللي اسمه روح الابداع. هلا بكتب بطريقه مختلفه حقيقه انا رح اقول انه ان شاء الله اكون بقدر اكتب بطريقه مختلفه. عم بحاول ضمن هذا ايضا يعني هو تواضع من لا ما هو تواضع حضرتك وانت المسرح يعني ايضا الذي لك يعني باع في هذا المجال وتجربة. طبعا هو ما هو تواضع بقدر ما هو فعلا وضع يعني النقاط على الحروف بموضع دائما يعني كل العمل من اول ما بيبدا الفنان لوقت لا ينتهي طبعا ما بينتهي الى طبعا تخلص الموت تخلص الحياه هو محاوله دائمه للتجديد. فلما يقول انا وصلت لاكتب بطريقه مختلفه معناتها هو انتهى. عمليا انا عم بحاول ببساطه حسب فهمي لمفهوم الكتابه على خشبه المسرح انه اقول نحن بدنا نص بيشبهنا. نعم. نحن بدنا نص نقول من وراءه نقول من وراء قضايا تعالج ما يهم المتلقي الآن وهنا واستكشاف لمستقبل ما نريده أن يكون
ناصحا للجميع. يعني هل كنت يعني تعطي وتنشر فكرة الأمل ربما يعني هي بالسلام يعني؟ نحن عم نحكي على هدنة، إذا نعم. كنا عم نحكي على هدنة أكيد. لماذا هدنة يعني؟ يعني ما الذي خطر ببالك ككاتب يعني أن ببساطة يكون هذا كان العنوان الهدنة يعني؟ هي قصة شاب تورط في حرب ظالمة، كان ينوي بناء الزواج بيته وكذا، نعم يعني بناء الشخصي أسرته. وبيوت العالم، ووجد نفسه يبني متراسا للحرب. هي بالقراءة المبدئية في المستوى الأول. نعم. هدنة نحن بحاجة إليها حاليا، بحاجة لهذه الهدنة على جميع الأصعدة. نتمنى أن تطول طبعا، نتمنى أن تصبح هدنة دائمة، نعم. ونخرج من مفهوم الهدنة مثل ما بيقول دائما الأستاذ مأمون، نعم. نحو السلام الدائم. هون بدي استذكر كمان، طالما عم نحكي عن السلام الدائم، وذكرتي حضرتك كتاب المسرحي، بريخت بيقول انه السلام هو الاستثناء والحرب هو الحالة الدائمة، للأسف، لأنه نحن نعيش صراعات دائمة. صحيح. كل البشر أساسا صحيح. هو هن يعيشون صراعات دائمة. من هذا المنطلق، وعلى فكرة هاي الصراعات هي اللي بتخلق النص، وهي اللي بتخلق الدراما، وهي اللي بتخلق الفن على كل حال. فالخروج من الهدنة المؤقتة إلى الهدنة الدائمة هذا مهم، ولكن الآن وهنا في هذا الوقت في هذه الحرب نحن بحاجة إلى هدنة على مستوى الذات، لنسترجع بعض من جذور اجتماعية إنسانية إنسانية نعم. لما وصلنا إليه علنا لامسناها في هدنة. هذا ما يعني ببساطة و نعم يعني طبعا حضرتك ككاتب طبعا لك اكيد وجهة نظر، وعندما كتبت النص يعني كتبته ايضا من روحك، يعني كانت روحك موجودة فيه. اما من نقل هذا الاحساس هو طبعا اكيد يعني الست لينا والاستاذ يامن، وايضا يعني الممثلين الاخرين بالتاكيد. يعني ست لينا حضرتك شاركتي في مسرحيات سابقة، يعني ايضا خواطر والأقوى اشتغلت، نعم، من إخراج الأستاذ مأمون كمان، نعم. يعني الحقيقة ما الذي ميز يعني بهذه المسرحية؟ هل بالفعل كانت يعني ملامسة ربما يعني اليوميات البسيطة الإنسانية أو الأحلام الحقيقة اللي سلبت أو ربما يعني سرقت من جيل الشباب يعني؟ أنا بدي أحكي لك من بداية ما يعني عرض علينا المشروع الأستاذ مأمون وقريت النص، يعني كنا هيك مع بعض عم نمشي انا واصدقائي ورنا معي، فقلت لها رنا انا شايفه هذا نص مسرحي متكامل، صح؟ يعني ما بده اي شيء، يعني هذا نص مسرحي بنشغل عليه. نحن دائما بنجيب نصوص مثلا المسرح العالمي وبنعربها وبنسقطها لعنا وبنشتغل دوما مقتبس عن كذا، نعم. انا كانت متعتي انه نحن من جيل الشباب لامسوا واقعنا وحياتنا. طبعا مش مشكور كثير الاستاذ عدنان، وبتمنى يكون اكثر لسه من عن هذا بيحمسك، صحيح، بيخليك يعطيك دافع بالامل. ففعلا هذا كان الامل تبعي والحماس، هو النص وطبعا الشغل مع مأمون، نحن في تجربه، فكان في سعاده من اول يوم قعدنا اشتغلنا مع بعض. هلا هدنة انا شفتها بتلامسنا كلياتنا نحن السوريين بألمنا، ما في اي تحيز لاي اتجاه. هذا الأمل اللي نحن برغم كل شيء فيه نحن مستمرين، فحتى نحن يعني كيف عززنا بالشغل بالمسرحية، غير إنه النص عززنا المسرحية بحبنا كمان للعمل بأثناء العمل. نعم يعني أحببت النص، يعني ربما هو يمكن مختلف عن غير نصوص يعني قدمت سواء ما بمسرح أو حتى يعني كل نص فيه له، أنا ما بقدر أقول نص أحسن من نص أو لا، كل نص. هلا أنا حبيت النص مشان هيك اتجهت طبعا، ففي دائما يعني بدايات، ومن قبل ما حتى يجي النص نحن كنا عم نقول له أستاذ مأمون يعني والله تعبنا بنشتغل مسرح. فالأمتع كان أنت لما قريتي النص، والأمتع لما كنا نحن عم نشتغل لنخلق شيء. وما بعرف، أنا بشكر الأستاذ عدنان عن جد، أنا كنت مستمتعة بالعمل من أول يوم بالمسرح. جميل هذا الشعور الحقيقة، وهذا أيضا بيخلق لك مجالات للإبداع يعني أكثر، إنه كل يوم عندما بيكون في عندك عروض أيضا مستمرة هذا بي يعني بيجعلك
وكأنك تعيشين الحالة، يعني الحالة بذاتها يعني على المسرح. يعني أيضا أستاذ يامن، يعني حضرتك كنت يعني بطل من أبطال هذه المجموعة، ويعني أعتقد أنه قصتك هي لامست أو قاربت تقريبا يعني قصص مجموعة من الشباب الحقيقة، اللي بالفعل يعني كان لديهم طموحات، لديهم أحلام، لديهم يعني الحب يعني. ولكن الحقيقة هذه كما قال يعني الأستاذ عدنان، وأيضا كما نشعر نحن، أن هذه الحرب القاسية والشرسة والظالمة يعني هي حولت مجرى كل تفكير الشباب إلى مجرى آخر الحقيقة. كيف بالفعل يعني أيضا كان وقع يعني ومشاركتك في هذه المسرحية التي تختلف أيضا عن المسرحيات السابقة التي قدمتها يعني؟ هو من البداية دائما أول شيء بيصطدم فيه الممثل لما بده يشتغل مسرح، هو لما بده يقرأ النص. قرأت النص كتير حبيته، لا إعجابي بالنص دفعني إني أقول إيه، إنه لازم بدي يكون بهذا العمل. الدور ملامس لإلي، لأنه نحن في كتير شباب وكتير ناس من محيطنا، نحن ك ك كناس عاديين، نحن نعم. عنا أشخاص كتير من معارفنا، إن كان أقرباء أو إن كان أصدقاء، شهداء. عايشين نفس الحالة اللي هي حالة هاي الشخصية اللي هي هذه. فالشخصية كانت هي بتلامسني أنا كيامن. يعني كمان في شغلات لها علاقة بشغلات خاصة فيني، كانت خلتني أكثر فوت خوض هاي التجربة نعم. وخوضها بحب، أو ولا ارسلها لشخص ما يعني انا بحب اني كانت اهديك رسالة النجاح، يعني ايه رسالة اهديك ربما تكون. النجاح. نعم. انا عندي اخ استشهد بالجيش، وهو استشهد اثناء هدنه، أخوك ايه اخي نعم شهيد نعم بالجيش نعم واستشهد رحمه الله. اثناء هدنه، نعم ثاني يوم هدنه عيد الاضحى نعم الابراهيمي، هدنه الابراهيمي نعم المشؤومه. فكانت الشخصيه هذه بتلامسني. نهايه هذه تختلف عن نهايه اخي، هون نهايتها فيها امل، في عودة، فيها انه انا راجع لكم. هنيك انا اخي صحيح استشهد، بس انا حبيت بيوم من الايام اني انا ولو العب لحظة من لحظات حياته اللي عاشها، افكر كيف كان يفكر هو واثناء وجوده خلف متاريس. نعم مهما كان ما قدرت اكيد وصل للحالة اللي كان هو فيها، بس انا يعني حاولت ان كان وهذا كان تحت طلب واصرار المخرج استاذ نعم مأمون، نعم انه جيب الجعبه تبع اخوك اللي استشهد فيها، جبتها يعني ولبستها، كثير والدم عليها، يعني دم دم عليها، دم الشهيد اخي عليها عليها، كمان. فانا لبستها. فهونك هي انا اول شيء استصعبت الطلب تبعه، طبعا يعني الاستاذ حاولت عدنان مصدوم تماما بهي التفاصيل اللي ما بيعرفها، الانسانيه البحته، ليش يامن سليمان، ليش الدور، ليش طلبات المخرج منك تحديدا، يعني اكيد بيكون مصدوم هلا. ايه هذه المرة الأولى يعني التي أعرف ايه بهذه تماما. التفصيلات الدقيقة يعني والصغيرة. انا اول شيء كان حاولت اتهرب من الطلب مره ومرتين، لانه كان بالنسبه لي هي الجابه مقدسه لا تلمس يعني. فلما اصر جبتها. أول مرة لبستها كان أول مرة بحياتي بلبسها، مدري شو صار لي يعني. فهون قلت خلاص أنا لازم يتقدم شيء يليق بهي الجعبة. فكنت دائما قبل العرض بربع ساعة أكون بمكاني اللي هو ورا خشبة صغيرة، أكون قاعد مقرفص وراها، في عندي ربع ساعة من الحديث بيني وبين الجعبة، إنه هاي اليوم العرض لك رح يكون، وهذا النجاح هو نجاحك قبل ما يكون نجاحي، ولك هذا العرض. فكان في اكثر من محفز، زائد انه الشغل مع الاستاذ مأمون خطيب هو شغل يعني بالنسبه لي طمع، بطمع صحيح. بالعمل معه، لانه بيعطيني مساحه للعب، ما بيقدمني كيف ما كان، ما بيقدم اي حدا كيف ما كان، ما بيمرق شيء ولو كان بسيط، هذا المتقن يعني والحرفي تماما، والمهني. وهو قادر يضبطني، لاني انا يمكن مشاكس مشاغب كلهم بيعرفوني هيك. ارتجلت يعني اذا كان لك مساحة انه بالارتجال كان على الي الاستاذ. تمام، كان الي، بس ما في حدا قادر يضبطني بهي او يعمل لي كنترول، لانه صعب كثير حدا يعمل الكنترول علي انا الا الاستاذ مأمون. يعني بس هو انا بعرف انه حتى الكنترول يمكن اللي بيمارسه، او حتى هيك السيطرة يعني اللي بيمارسها، بتصور انا محببة من الفريق بحبي يعني تماما، بحب وبود يعني، والكل يمكن بيتعاطف احيانا ما يعني بيعطيني ملاحظة، بجي انا بقول لا والله لازم تعطينا.
يعني على كل طبعا انا اكيد يعني بدي اقول لك انه هالرساله هي وهالكلمات الحقيقه المؤثره اللي احنا هلا بنسمعها لاول مره على الهواء، وايضا يمكن المشاهدين اللي تابعوا المسرحيه ما بيعرفوا يمكن هالتفاصيل وهالاجزاء الانسانيه الحزينه الحقيقه، انه حتى الممثلين ما بيعرفوا هاي التفاصيل. فحتى انا ابحت لمدام لينا انه بتفصيل صغير، قام قالت لي عم قول شو الريحه اللي عم شمها، عم قول شو الريحه اللي عم شمها، كل ما بقربوا بودعوا بالفلاشات، كل ما بتقربوا بتودعوا بتشم في ريحه، فطلعت هي شم ريحه غريبه، ريحه الحرب يلي بالجعبه حقيقه. انتوا عم يعني هيك شيء عن جد تقشعر له الابدان يعني. بس بحب اقول لك يعني يامن، هو طبعا اكيد هي الرساله هي لكل شهيد الحقيقه طبعاً. يعني اكيد عربي سوري انت قدمت يعني، وطبعا اكيد بيودنا نحن انه كلنا نقدم يعني شيء لهؤلاء الجنود الابطال، يعني سواء اللي عم بيدافعوا للان وراء متاريسهم، سواء ايضا اللي يعني جرحى الجيش العربي، سواء اللي استشهدوا، كلهم الحقيقه هذول الابطال يلي قد ما عشنا بحياتنا وقد ما قدمنا لن نقدم كما قدموا، ولن نواجههم ودمهم هو اللي عم يعمر الارض. صحيح صحيح، وهي طبعا يعني لفته يمكن كريمه ومبادره ايضا من الاستاذ عدنان الحقيقه. يعني استاذ مأمون، هذا الحب بالعمل وهي يعني شفت هذه الالفه والمحبه، هذا الجو السائد، الفرق بين مسرحيه نبض الحقيقه اللي هي كانت تتناول يعني ربما يعني الشهداء وكذا وامهات الشهداء و هذا الموضوع، اليوم لامست الحقيقة ملامسة مسرحية هدنة، ولكن أيضا يعني توجهت إلى يعني الوجدانيات الجوانيات كما نقول، يعني الأشياء أو الأجزاء الإنسانية الدقيقة. أنا بي 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 باعتقادي أنه نحن هلأ بنكون عم نكذب على حالنا إذا فتنا بأي موضوع آخر غير حالات الإنسان السوري في أوقات الأزمة السورية، الانعكاسات على الأرواح البشرية. دائما نحن نسأل هل توثقون؟ نحن لا نوثق، نحن نوثق الألم ولسنا نوثق الحرب. ما بعرف إذا بيوافقني الأستاذ عدنان، نحن عم نوثق سوريا كيف كانت وكيف صارت. الرسائل اللي أطلقناها بنبض رغم وجدانيتها وحالتها الشعورية والحسية اللي نحن كتير كنا حريصين عليها تختلف عن هدنة بنوع الحالة وبالطرح بالموضوع بالصراع اللي صاير، حتى على مستوى الكتابة المسرحية الخام يلي كانت موجودة، يعني تختلف تماما. ولكن جميع المواضيع الإنسانية نحن نختصرها بالمسرح يعني بست سبع مواضيع خالدة، اللي هي الحب، الحياة، الموت، الزواج، السعادة، الطلاق، يعني في ألف مو ألف، في عدة مواضيع يعني هن 10 أو 12 بيقولوا المواضيع الخالدة. ولكن بهدنة الفرق بين هدنة ونبض أنه هناك سوريا تفقد أبنائها، اجينا بهدني وهو نوع من المشروع، خليني اقول الشخصي تبعي العمل على ازمه الانسان السوري خلال الحرب، اجينا بهدني قديش تاثير الحرب على 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 روح الشاب السوري. صحيح. في هذه الاثناء ما هي العوامل يلي ادت الى وجوده الان في مكان ما، في لحظه ما، في ظرف ما، يعني شيء فرض عليه وهو الحقيقة لا يفكر فيه أصلا، قضية فرض عليه ولكنه مضطر بهذا الفرض أنه يكون موجود بهذا المكان بهي اللحظة، وبدل أن يتجه إلى بناء نفسه وذاته وبلده ومن حوله اتجه إلى بناء متراس. طبعا قال يامن أنه بتشبه ناس كتير، طبعا نحن كل الشباب يلي هو له 5 سنين بالجيش عم بيخدم هلا بهي الحرب اللي دائما بنكرر انا والاستاذ عدنان انها ظالمه، هدول الشباب نحن صرنا نشوفهم تقريبا فقدوا كثير من احلامهم. ليش؟ لانه هن شباب متعلمين، محترفين، مهندسين، اطباء، فنانين الى اخره، من جميع المهن يلي بيحتاجها اي بلد للبناء. نعم. ولكن نراه يبني اشياء اخرى. هون كان الاساس وهون كان الانطلاق. وبدي ضل نوه انا بالهدنه اللي نحن فيها اللي معناها هي حاجه ارواحنا للهدنه، والتي لا ادعو انا الى الهدنه، اتجه دائما من مقوله الهدنه هي موت قادم بالنسبه لي، هي حرب مؤقته، يعني عفوا مفهوم مؤقت الهدنه. الامل هو بالسلام الدائم، بالانتهاء من الهدنه. ففي كان نحن شو اللي وصلنا لهون؟ شو سبب وجود الشخصيات الاخرى
أهله، أهل نسرين أو مريم، الصديق، المجتمع، هو نحن كيف وصلنا لهون؟ عن طريقهم، يعني في صراعاتهم الموجودة، الأفعال اللي تعرضوا لها يعني خلال حياتهم، يعني هاي اللحظات الاستذكار اللي بتجي على خلينا نسميه الممثل بالمسرحية. أنا دائما بقول، بتقولوا البطل، أنا بقول الجميع أبطال، أنا يعني صحيح دائما صحيح ما بقدر إلا ما أقول هاي الكلمة، الجميع أبطال. يعني نحن شو اللي وصلنا لهون؟ يمكن اللي وصلنا لهون هي هي التناقضات المجتمعية والأسرية والعائلية. نحن بنقول كبنية مجتمع، وبنفس الوقت بنشوف بهدني اللي هو، أنا دائما بقول مشهد الماستر تبع، خلينا نوجه تحية لأسامة التناوي، اللي دائما بنقول صحيح نحن حكينا عن الشام، صحيح في ناس قالت المشهد طويل، صحيح تعرض لنقد، ولكن نحن كنا بدنا نقول إنه مو دمشق فقط المعنية، لا هي معنية بكلام طبعا، أكيد بكلام كل منطقة أيوة بسوريا يعني. نعم بكلام صحيح إنه صحيح، قديش أنتوا ممكن تخسروا بلدكم من خلال مشهد صغير ذو منظومة إبداعية هائلة، أنا خليني أقول كتابة. نعم يعني 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 نعود لموضوع الكتابة، يعني هل تماما في البدء كانت الكلمة، لولا ما صحيح كانت هي صحيح النص وهي الفكرة، وهي الحامل الأساسي تماما الحقيقة لأي عمل، يعني لأي عمل سواء مسرحي أو حتى درامي أو حتى يعني سينمائي. يعني أستاذ عدنان، يعني بالفعل يعني لامست وتطرقت للموضوع النفسي يعني او الازمه الانسانيه التي عصفت الحقيقه بكل المجتمع يعني. وعندما رمزت للشام هي كانت رمز، نحن دوما عندما نرمز لسوريا نقول عنها يعني مصغره هي دمشق حلب شام يعني طبعاً. عندما نقول ف يعني كان حضرتك بالفعل متميز، يعني هل بالفعل يعني لاقيت هذا الصدى لكتابتك ولاقيت ايضا التفاعل يعني للممثلين إلى حد كبير؟ هل قرأ أيضا المخرج نظرتك وكتابتك وحولها أيضا يعني إخراجيا إلى يعني سيناريو آخر؟ بالتأكيد، يعني في حقيقة خلال الحديث اللي صار في كذا نقطة لازم أكتب عليها. تفضل. أولا هو مسألة التوثيق اللي تفضل فيها الأستاذ، هو ليس بمعنى القصدية في التوثيق، إنما التوثيق بوصفه وظيفة من وظائف الفن أصلا. نعم. يعني أصلا عندما تشتغل على فن، فأنت لأن الفن هو ابن بيئته، ابن الآن وهنا ابن يعني هذه الصراعات الموجودة حاليا، فهي بشكل أو بآخر حالة من حالات التوثيق. هذا أولا. ثانيا موضوع الذاكرة الانفعالية، خلينا نحكي بمصطلحات المسرحية، فعالية ومكانية، الذاكرة الانفعالية ونقلها مكانيا اللي استخدمها يامن، وتخيل كل الممثلين استخدموها بحالة أخو الشهيد. هي أداة من أدوات الممثل، من الذكاء جدا استخدامها وتوظيفها. لكن بدي كمان أروح على يعني موضوع آخر، موضوع التعاطف. نحن عمليا يعني هكذا موضوع يطرح على خشبة المسرح بطبيعة الحال يكسب تعاطف الجمهور، صحيح، لكن يجب التنويه إلى أن العمل المسرحي، يعني عندما نعمل أو نشتغل على عمل مسرحي، ليس القصد أساسا هو استجرار هذه العواطف. صحيح طبعا أكيد. لا هون بدي فوت على موضوع الوعي، أنه وهذا نوهت عليه بلقاء سابق كنت أنا والأستاذ مأمون، حتى لما بتكتبي هاي المواضيع وأصلا أنت بتعرفي أنه هذه المواضيع تمس جوهر روح المتلقي وخصوصا في هذه الأزمة، إذا لم يكن الكاتب والمخرج وكل عامل على الخشبة في هذا النص، وخصوصا المخرج بكونه قائدا مبدعا لهذا العمل، واعيا لما ينطق للمنطوق الكلامي ولكيف سيقدمه على الخشبة وماذا سيقول منه، سنقع في حالة الاستجرار العاطفي الذي لا جدوى منه. يعني نحن هون بهدنة قصدنا ببساطة أن نقول من وراء هذا الكلام رسائل معينة على مستويات مختلفة لجمهور دمشق، طالما نعرض في دمشق، أو لجمهور السوري في هذا الوضع بالذات. هل الرسائل يعني وصلت برأيك إلى الجمهور المتابع؟ كمان هاي عدت أكثر مرة أنه القراءة، يعني القراءة في التلقي تتم على مستويات، وهذه المستويات مختلفة ومتدرجة من الأدنى إلى الأعلى،
ليس بالضرورة كل مستويات القراءة في التلقي تصل لكل متلقي نعم بالضرورة، نعم لكن بالنهاية هل هذا العمل ككل كهوية وصل إلى المتلقي؟ قرأ منه شيء يمسه ويشبهه؟ هذا مهم أيضا. هل بالفعل يعني كانت الآراء يعني اللي وصلتكم يعني بعد العرض، هل كانت الآراء يعني ربما على تكون الأقل مرضية نوعا ما يعني؟ يعني على الأقل باللي قرأته في الصحف وعبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى بعديد المحطات اللي اهتمت بالموضوع إعلاميا، يعني في نسبة أكثر من جيدة بموضوع تقبل هذا العمل بإيجابية. نعم، على كل نحن أيضا رح نتوقف مع مشهد من هذه المسرحية وعودة لحضراتكم، تفضلوا. على مليسة، على بابونة، على زوفة، على زعتر، على لن، على شمر، على بخور مريم، على طوبة، على ياسون، على هيل، على قهوة. الكثير من المسرحيات يعني إذا بدنا ناخذ حكي الأستاذ عدنان يعني بالفعل هي كانت يعني فقط كعروض مسرحية ولكنها لم تعطي رسائل، كانت يعني لا أن تكون مباشرة ربما أنا ما أو بقول كانت غير هيك. مباشرة. لا أنا ما بقول هيك، ما بتقول هيك؟ لا بقول أي مسرحية حتى ولو كانت من المستوى التجاري البحت تطلق رسائل، طبعا تطلق رسائل سيئة، ممكن تطلق يعني دائما الفن بمفهوم السيمياء والدلالات، ما في شيء بيصير على وجه البسيطة بدون دلالة ورسالة، ولكن الكل قال أنه وقت هدنة يعني، وحتى أيضا العنوان وإخراجيا وكذا كانت تقريبا يعني لامست يعني لنقول هذه هذا الأزمة. واجبنا أي. وهذا ما هذا مشروع أنا بقول يعني هذا بسموه الهدف الأعلى للفنان بالعلم المسرحي يعني نعم. أو بالمدرسة المسرحية في هدف أعلى للممثل وهدف أعلى للشخصية، في هدف أعلى الفنان او خلينا نقول للمخرج، الهدف الاعلى بيبقى بيختلف بين مخرج واخر يعني لا. مخرج بيقول انه انا بدي نصوص عالمي وصل من خلالها رسائل، مخرج بيقول انه انا في مشكله عم بتصير ببلدي ما قادر اطلع منها ولا قادر اكذب على حالي ولا قادر اكذب على متلقي. هذا المتصالح يعني قصدك مع نفسك والذي يعيش العالم يعني. مع الاحترام للجميع كل واحد له مشروع، بجوز هداك متصالح مع نفسه كمان يعني، بس بمشروع مثل يعني الكاتب آخر. يلي بيكتب عنك مثلا بطريقه كتير سيئه مجرد راي شخصي
عملي بحث ذاتي. هي وجهة نظر، ولكن هي وجهة نظر شخصية وليست علمية، ولكن بتقولي ايه وجهة نظر. طيب يعني كمخرج وايضا يعني لصاحب مشاريع ولك مشاريعك الحقيقة وبصمتك ايضا الخاصة وشخص متمكن من ادواتك، يعني انت ذكي وتعرف ما تريد يعني لانه متمكن من ادواتك، تتهم احيانا بالشلالية. ايه معلش يعني بس انا هون بدي توضح لي كمان يعني باعتبار ايضا على فكرة انا كثير سعيد دائما اسال عن هاي القضية. راح انا دائما برد عليها بانه نحن عم نشتغل مسرح، هاي اولا. يوم اللي انا بتعرف على ممثل جيد محترف موهوب ذو اخلاق مهنية عالية، التزام، ثقافة، برجع بقول حضور، تفاعل قريب اكثر من مره بيشرفني. اولى بيشرفني اتعامل معهم، والاغلب متعامل معهم اكثر من مره. يعني بدي ارجع اقول انا متعامل مع كثير ممثلين، ولكن بالنهايه من حقي كمخرج يكون عندي شيء يشبه الفرقه، علما انه نحن يعني اغلبنا بمديريه المسارح والموسيقى نحن اسمنا فرقه المسرح القومي، مشان ما حدا يعني ستلينا بفرقه المسرح القومي كموجوده بالمديريه. ست رنا، استاذ جمال نصار، يعني تقريبا المجموعه يعني ان شاء الله يعني نحن مسرحيين. نعم. هي اولا. ثانيا على وزارة الثقافة خلينا نقول ببساطة انه هي تجذب اكبر عدد من الفنانين يجوا يشتغلوا مسرح، لانه اللي بيشتغلوا مسرح كمان هن قلائل، ولحتى من هي المجموعة القليلة تنقي او تنتقي صحيح. اقرب الناس اليك كمان صعب. على وزارة الثقافة ان تجذبهم اليها بطريقتهم. يعني انا فيني اشتغل مع في دور عندي بسيط، ما رح سمي الدور او دورين، طلبت نص ممثلين سوريا ما بيجوا لانه الشغل بالمسرح بده 3 شهور، ما في من بعده اجر، اجر مهين ومذل يعني بما يشبه العيب يعني خلينا نقول. ف طبيعي جدا اتعامل مع ناس متعامل معهم يعني لانه قلت هذا انت عامل اخلاق مهنيه يعني تماماً. هذا كمان بيحتاج احيانا للضمير، يعني بيحتاج للاخلاق المهنيه ولحب العمل، يعني دون طبعا ان يعني تنتظر مقابل يعني ربما مادي او اجر مادي. لا يعمل في المسرح الا من يحب المسرح ومن يريد العمل في المسرح، ومن لا ينتظر شيء من المسرح او مؤسسات المسرحيه، يعني لا ينتظر شيء مادي، لانه مو طبيعي 3 شهور بنعمل بروفات يوميه ضمن هذا الظرف السيء، يعني كان ظرف سيء علينا على سوريا. مو طبيعي 3 شهور تعملي بروفات وتاخذي مقابل مادي، ولو انه عيب الحكي بالمادي ولكن هي حقوق عم نحكي فيها. صحيح. بيروح الاستاذ يامن بيصور مشهدين ببقعه ضوء او ست لينا مشهد ببقعه ضوء، فبتاخذ عن 3 شهور. صحيح. يعني هذا غير عدم. هل هذا بتعتبره ايضا وفاء منهم يعني والتزام؟ انا بعتبره ما فيني اقول غير شكرا، لانه هني بيجوا. يعني انا من النوع يعني عيب احكيها بس ولكن راح احكيها، من النوع اللي يطلب مني من ممثلين معين انه استاذ بدنا نشتغل معك، انا بكون بقول لهم بتشرف. منهم ست لينا قالتها باول لقاء هي ورنا انه ونسرين فندي والاستاذ يعني نعمل مسرح، انه بالمسرح دائما بيقولوا بدنا نعمل احتجاجات اذا انت ما جبتي، يعني انا امام هدول الناس عفوا. نعم. امام هدول الناس انا انحني حبا، لانه هن هي الثقه اللي بيمنحوك اياها هي بتعني لي كثير. يعني مثل ما انا هلا بطلب من استاذ صحيح. عدنان الثقه اكتملت انه يا استاذ عدنان اكتب بدنا نشتغل، شوفي كيف تتشكل. ارجع لسؤالك، مفهوم الفرقة طبعا هو مفهوم الفرقة هو مفهوم فني بحت، مشروع. هذا المفهوم الفني دائما كمان برجع بقول تعلمناه، بمعنى انه لحتى توصلي شيء اسمه الانسامبل بالمفهوم العلمي، المجموعة المنسجمة، هاي ترجمتها الحرفية، هذا بياخد سنين وسنين. وأنا إلي 20 سنة بشتغل لحتى وصل. لحتى اللي بيعملنا شاي وقهوة صديقنا وحبيبنا ومثله مثلنا، وذكرت ذلك يعني قبل الهواء الحقيقة، مثله مثلنا اللي بيعملنا شاي وقهوة هو حبيبنا وصديقنا ومدير المنصة اللي معنا، هني بيكونوا أحيانا من مستويات ثقافية أخرى خلينا نقول، ولكن نعاملهم كأخوة. هذا مفهوم الفرقة، مو بس
ناس ممثلين يعني حتى بالإضاءة حتى بالموسيقى صحيح حتى صحيح بالسينوغرافيا. هذا المفهوم يا ريت نوصل له لأنه جيد بمؤسسة السينما اشتغلوا أجمل الأعمال لأنه كان في هذا نوع اسمه الشلالية الفنية لما كان أستاذ عبد اللطيف عبد الحميد وهي الست لينا موجودة يشتغل كانوا كل زملاء وخريجين السينما خريجين صحيح نفس المدرسة يكونوا مساعدين له. حاولت أطرح هالمفهوم بالمسرح ما نجحت أنا يعني طبعا. ألا تعتبر الآن أنت ناجح بهذا المشروع بمشروعك؟ أنا ناجح بعتقد بـ 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 بالانتقاءات غالبا اللي هي بالعلم 75% من نجاح العمل الفني هاي الانتقاءات نعم. يلي شايفتيها حضرتك أي. أو الممثلين اللي بحييهم هي أحد أهم أسباب النجاح صحيح. يعني هذا بدي أنا تفضل تفضل تعقيب صغير هلا أتحرك هيك شعور الناقد بما انه انا خريج دراسات المشاغبه يعني. شوي وكنت ساسال يعني هل كان انه اكتملت المسرحيه ام هناك نقد يعني بسيط ربما يكون او كذا عن المفهوم يعني اللي طرحه هنا انا مع هذا المفهوم بهذا الظرف لانه بلش الاستاذ مأمون وحكى عن ظروف العمل الصعبه في المسرح فهكذا الظروف تنتج هكذا مفاهيم لما ما نحكي عن الشلالية هلا نحن لانه في غياب لمفهوم الكاستينج عندنا في غياب للمفهوم المهني في يعني بكل العمل الفني الظرف في العمل المسرحي وحكينا على قصة الحب للمسرح والوفاء للمسرح وانه بيجوا بيشتغلوا بدون مصاري يعني يجب ان انوه وما فيني مر هاي المعلومة بدون ما اقول انه ما بدنا هذا الموضوع يكون مثل مبرر لانه ننتقص من حقوق هؤلاء العاملين في المسرح هدول اللي عم بيجوا يشتغلوا مسرح او نستغلهم يعني لانه هيك اخلاقيين ويتعبوا شهرين او ثلاثه على بروفات مستمره ومتعبه وفي ظرف صعب وفي ظرف حرب وكم مره يا استاذ مأمون غيرت مكان البروفا بسبب قطع الكهرباء مثلا كم مره في ظروف الحقيقه صعبه بالفعل كانت عم ظروف صعبه على الكل ما بدنا نقول انه وفاء هؤلاء وحبهم للعمل بالمسرح هو مبرر لأن ننتقص من حقوقهم يجب من حقوقهم يجب كل مناسبة أن ننوه أن هؤلاء هم أبطال حقيقيون يجب أن يأخذوا كل حقوقهم كاملة بما يتوازى مع هذا الجهد المبذول نعم يعني هذا على الأقل معنويا هذا على الأقل معنويا خلينا وماديا ماديا ماديا دائما في إجحاف بكل مكان فيه مسرح تقريبا بالعالم في إجحاف ولكن الإجحاف الموجود في سوريا لا يعادله إجحاف في العالم نظرا لقيمة ومستوى الناس اللي بتشتغل لأنه هني نفسهم الفنانين يلي عم بيشتغلوا مسرح هني فنانين بالدراما أستاذ عرفت نعم. هني نعم. فنانين نعم. الدراما نفسه ليش حقوقهم بالدراما على الأقل شبه يعني مصانع خليني أقول ماديا نعم. أنا دائما بقول هو ليس قضية أشخاص هي قضية قوانين وضعية خلينا نقول قضية قوانين بالية قديمة تحتاج إلى قرار من مستوى عالي يعني دائما صرت أتعب يعني من حالي هذا جهودكم يا أستاذ مأمون أيضا يعني أنتم جهودكم أيضا كمخرجين أنه ألا تسكتوا عن حقكم على الأقل يعني حتى يكون في إنصاف يعني للناس العاملة بكل ضمير يعني نحن نقول يعني عندما يعملوا الحقيقة ممثلين لمدة شهر يعني حضرتك ككاتب نص أنت أنجزت يعني سابقا عملك وحضرتك كمخرج أيضا لديك يمكن من يساعدك أما يعني عندما يكون بطل وممثل على المسرح فهذا يعني يحتاج إلى الحقيقة يعني مهنية عالية وحرفيه عاليه ويحتاج الى حب ايضا للعمل طبعا انا بدي اقول لك شغله هلا اكيد اكيد كل فنان هلا بدي احكي انا من خلال نحن كممثلين انا ما بعتقد انه في ممثل لا يتمنى انه يعمل يشتغل بالمسرح تماما الكل والكل لما بيشتغل مسرح بيكون في عنده هذا الروح تبع الهاجس الشخصيه والاداء والعرض واحساس الممثل على المسرح يختلف تماما عن شاشه التلفزيون او السينما نعم بالاخير نحن لما بنشتغل مسرح بنشتغل مشان روحنا كمان روحنا بترجع بتتجدد حاجة. انا هيك بقول نحن حاجة بفضاء حاجتنا. واسع يعني هلا ما رح اقول لك يعني انا ما رح اقول لك الموضوع المادي قد ما هو الموضوع المعنوي بحاله الحب الناس للمسرح يعني نحن نحاول دائما نقول انه في عندنا مسرح كثير حلو تعالوا شوفوه يعني ممكن في عندنا ضعف بالاعلام هلا مسرحيه هدني انا حسيتها انه اخذت حقها
إعلاميا، نعم. متابعة المحطات، الإذاعة، حتى الصحافة. أنا بتمنى دائما المسرح ياخذ حقه بس بموضوع الانتشار، مشان الممثل المسرحي ما ينظلم، لأنه بالأخير عن جد ذاك اليوم عم نحكي امبارح إنه ممثل بعمل واحد ممكن يصير نجم من خلال الشاشة اللي بتكون بعبر كل بيت. صحيح. المسرح لا، إلا جمهور اللي بيجي بيشوفه وبيمشي، طبعا بيلاقي هذا الإعجاب مباشرة، بس ما بينطبع بجوز بالذاكرة. هلا نحن صورت مسرحية هدنة، نعم. كيف ممكن تنعرض بطريقة مثل يعني شفتي انت بمصر مسرحيات كتير تجارية وا 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 لهلأ بنذكر فيها كاسك يا وطن عنا مثلا. صحيح. فهي صحيح. كيف نحن نعطي حق العرض المسرحي بالتلفزيون؟ يعني يعني أنا هيك يعني بشوف يعني الأكثر. انا هلا عم بشعر انه حضرتك اكيد يعني لك الحقيقه الكثير من الاعمال الدراميه، ولكن المسرح هو يبقى ابو الفنون، طبعاً لانه هو طبعاً بيعطيكي من روحه، هو طبعاً بيثقل تجربه اكثر يعني. وحضرتك ايضا من المسرحيات الشهيرات يعني ايضا، واللي لك دور كبير، ولكن يعني اشعر بمتعتك اكبر بانطلاقك يمكن اكثر ما في فنان بالمسرح. بعتقد ما بيقول لك هذا الشيء. اكيد يعني المسرح ام الفنون، ونحن احساسنا على المسرح مختلف تماما. مثل ما قال لك الاستاذ، هو في حاله ابداع وخلق يومي. صحيح. صحيح. فهذا الحلو نحن كروح بي بي يعني بجددنا نعم دائما. نعم. يعني هو يعطي ربما الامل الحقيقه يعني، وجود ايضا اشخاص بتحب العمل يعني ما بتنتظر الماده، لانه في الكثيرين الحقيقه ايضا اللي هن بيسالوا عن الماده او الاجر قبل ان يسالوا حتى يعني عن العرض يعني بحد ذاته. بس هي انه ياخذ حقه بالعرض، انا هيك ياخذ حقه يعني شبه حقه شبه يعني يقول، لانه كمان ايضا عم يعاني من بقول ظروف يعني، وهو يتعب يعني مثل ما ذكرت كنت يمكن تحت الهواء انه المتراسك اليوم كان يعني عم بيجي يبني 100 كيس، يبني 100 كيس يعني كمان في شيء متعب للغايه. ايضا ما المطلوب اليوم من المسرح لي يعني ان يبقى دوما ألقه يعني في يومنا هذا وفي وقتنا هذا، وكم نحن بحاجه له الان، لحتى يكون متألق المسرح، ولحتى يكون في موجود المسرح بهذا الرساله اللي بدنا اياها فيه والمفهوم اللي بدنا اياه فيه، لازم يكون في يكون في دعم. لا تنطروا شيء من المسرح السوري ما دام انتم ما انكم داعمينه. لا تنطروا من المسرح ما دام انه بدمشق عاصمه من اهم عواصم الشرق الاوسط. صحيح. يوجد فيها 3 أو 4 مسارح. هذا ما بصير. ليش ليكون فيها 3 أو 4 مراكز ثقافيه و3 أو 4 مسارح بينما بتلاقي فيها شغلات ثانيه بالمئات؟ وهي ما بتروج لثقافه ولا بتروج لرساله لا حضاريه ولا 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 شيء. يعني فهم من الحديث من شوي انه الدعم المادي للفنان والعامل على خشبه المسرح بشكل شخصي او بشكل فردي او من يعمل اصلا على نعم. على الخشبه. الموضوع ببساطه هو عمل مؤسساتي. يعني تمام. انا لما بدي ادعم المسرح يعني هو دعم مادي فعلا، معنوي. دعم معنوي، دعم منشآتي. تشريعي اولا قبل كل هذا، على مستوى بناء المؤسسه الثقافيه ككل وخصوصا المؤسسة اللي بتعمل على المسرح، بناء المسارح صح في دمشق والمحافظات. نعم نعم. طبعا نحن عم نحكي شيء يمكن مو وقته هلا بهي الأزمة، بس صحيح. عمليا صحيح. هو هذه المشكلة قديمة جديدة يعني. طيب هذه يعني الحقيقة مشكلة من والأهم من هذا كله. نعم. مدام معلش يعني مشان نوضح هيك الفكرة ونختمها، اتفضل. الأهم في آلية تفكير تبني الثقافة. نحن في منظومتنا الثقافية لدينا آلية تفكير أنا بوجهة نظري لا تبني. عندما تريدين بناء منظومة ثقافية يجب أن يكون هناك شيء ونقيضه، طبعا تحت مفهوم المظلة يعني. نعم. المظلة الثقافية، وجود المنهجية في العمل النقدي مثلا. نعم. وجود على الأقل ريبرتوار مسرح واضح مثلا لكل مسرح من مسارح وزارة الثقافة، وجود المؤسسات الرديفة الثقافية مسرحية، كل هذه هي مجموعة الحقيقة متكاملة. طبعا إذا نحن الآن وصلنا الحقيقة نعم. مثلا في المدارس نعم يعني، ولكن أيضا نحن بحاجة يا أستاذ عدنان الآن في هذا الوقت يعني الحقيقة الكثير من الأعمال الدرامية التي تناولت يعني موضوع أو لامست ربما يعني الأزمة بشكل أو بآخر، نحن نحتاج أيضا بالمسرح أن يعني لمثل هذه المفاهيم، لمثل هذه الرسائل، لمثل هذه المواضيع الحقيقة نحن بأمس الحاجة لها اليوم، نحن بأمس الحاجة لكتاباتكم الحقيقة يا أستاذ عدنان. بدي كلمة أخيرة لو سمحت ننهي فيها الحلقة. نحن بأمس الحاجة لهذه الكتابات. نعم. الكلمة الأخيرة هي أنه العمل الفردي
يعني لا ينتج ثقافي. وأنا يعني أضم صوتي لصوتك أكيد، والكثير الحقيقة بيضم صوته، وخاصة في هذا الوقت، لأنه هذا الوقت بحاجة لعمل جماعي. ست لينا أيضا بدي كلمة أخيرة منك. كلمة أخيرة بهي المناسبة، مع نهدني كاتب هيك مفرق جملة بالمسرحية أستاذ عدنان ما ذكرت، بجزء للظروف أو لغينا أو لعدل نحن بكل مكان فيه هلأ هو جبهة، جبهة للدفاع عن الوطن. نعم. ومتراس، وكلياتنا ورا متراس، يا ريت بهذا المتراس يكون للحب للبناء مو للهدم. يعني وهذا الحقيقة يعني وضحته أكيد آخر مشهد المسرحية لما تحولت كل العائلة وراء المتراس وقدموا أيضا الورود، يعني هي رسالة حب ورسالة سلام ورسالة، يعني لا أعرف، هي الكثير من منظومة أيضا يعني رسائل نحن دوما بتطلع من عنا يعني هون من بلد الياسمين. أستاذ يامن أيضا بدي كلمة أخيرة لو سمحت. كلمة أخيرة، أنا بشكر وزهلني الجمهور الدمشقي والجمهور الشامي الجمهور السوري، خلينا نقول بس لأنه عرضناها بدمشق ونحن إن شاء الله رح نعرض باقي إن شاء الله أكيد يكون لها فرصة. زهلني بوفاء فاؤل المسرح، انا كل يوم منظر المسرح وهو ممتلئ. شكراً. انا ما كنت شوفه للحظه الختام لما بيضوا الاضويه وبشوف الجمهور، كنت واقف انذهل انه مع لاخر يوم موجود هذا الجمهور الوفي للمسرح. انا كثير بشكرهم، ووجودهم هو كمان اكبر دعم للمسرح، وجود الجمهور. هلا ما في مسرح بدون جمهور. صحيح. والشغله الاهم بدي اقولها بس مشان كنا، هي شغله صغيره بالنسبه لحلاقه الصدى، وحضرتك الاستاذ عدنان قال انه كتب ما كتب. نعم. انا لا يهمني كأي شيء كتب، انا يهمني لحظه الجمهور لما بينزل لعندي، هي اللحظه الاولى اللي بينزل لعندي على بعد انتهاء بعد العرض. نعم. وانا لاحظت، ما راح اقول العشرات، المئات. نعم. من الجمهور اللي كان عم يبكي، انا هي بتهمني، هي رده الفعل وهذا التقييم اللي بيهمني اكثر من اي شيء. وهي الشهاده الحقيقه الصامته. طبعاً. ولكن ايضا الحيه التي تتكلم. طبعاً. يعني نحن اكيد بنفخر فيكم وبنكبر فيكم. يعني استاذ مأمون، يعني على البروشور كنت حاطط ايضا كلمه للحقيقه الكاتب يعني كاستاندين سيمونوف، الحقيقه كتبت حرب فاجعه انسانيه. نحن نتمنى الحقيقه يعني مثل هالرساله اللي وردت باخر المسرحيه بالفعل ان تتحول ايامنا كلها الى محبه، الى سلام، الى هدوء، الى يعني بناء مستقبل، بناء جيل جديد، يعني ليس همه فقط الا الشيء الصافي والنقي، يعني وان تنتهي هذه الحرب يعني بشكل او باخر، يعني ستنتهي. نعم، وستنتهي دائما اكيد. نقول على قول زياد الرحباني رح تنتهي الحرب ان شاء الله، يعني رح الله. تنتهي كيف ما، يعني ما رح اقولها بصمود، بصمودنا، بصمودكم، باملنا، يعني رح تنتهي الامل انه كيف نحن تعاطينا مع هاي اللحظة، مع هاي الموضوع يلي هي بتمس الجميع، كيف نحن كنا موجودين، هل نحن كنا مشاركين بالهدم أم بالبناء، هل نحن كان بأملنا نرتقي بأرواحنا، خلينا باعتبار كتبنا أهدني، نحن كنا ندعو إلى هدني للسوريين مع أنفسهم أولا، كنا نقول إنه انتبهوا يا سوريين. ودائما بقول على لسان أسامة، إذا ما عشنا هي الهدنة مع الروح يمكن نخسر سوريا، بمعنى يمكن يجي يوم وما عاد تشم ريحة البزورية، ويمكن يجي يوم وما عاد يمكن يجي يوم ما تتحمم. وإذا بدك تمشي بهي البلد لازم تكون نظيف وتمشي حافي مثل أي مكان مقدس بالعالم. هي رسائلنا دائما بقول بأوقات الأزمات وأوقات الحروب يكتشف الإنسان. صحيح. وتكتب أجمل النصوص يا أستاذ عدنان. هو طلب صحيح. للممثلين. نعم. لم يشتهر بريخت لولا الأزمة، أزمة الحرب. صح. لم يشتهر الكبير سعد الله ونوسي اللي كان عرضنا. صحيح. هو تحية لذكرى رحيله أكيد. لم يشتهر سعد الله ونوسي لولا النكسة والنكبة وحرب لبنان وجميع الحروب الإنسانية والشخصية ومواقفه المشرفة الإنسانية ووقوفه مع الإنسان، لم يشتهر لولا هذه المواضيع. لهيك نحن بنقول الثقافة مهمة. دائما أدعي في جميع المقابلات أقول لو نحن كنا منتبهين لأثر الثقافة على بناء الإنسان السوري والمجتمع أكيد أكيد لما وصلنا إلى هنا. أكيد أكيد. على كل أنا بدي أشكر أكيد حضوركم أستاذ مأمون خطيب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. التوفيق أيضا بكل الأعمال. ما قلت كلمة أخيرة أنا، أي أولى. شكرا لكل مين اشتغل بهي المسرحية اللي هي كانت فرصة إنسانية. دائما المسرح يبني علاقات عائلية كونه فترة العمل طويلة، هي شكر لكل مين عمل بهي المسرحية، وشكر لكل مين دعم، وشكر لمين كل مين كتب.
كتب سواء نقدا صحيح سيئا ام نقدا جيدا. شكرا لكل صحفي تابعنا بطريقته، شكرا للاعلام، وشكرا لسوريا دراما لانه اجت سوريا دراما وصورت المسرحيه كلها. نعم. وقريبا بتمنى تنعرض على سوريا دراما، بس لما بتنعرض بنرجع بنحكي. شكرا للجميع ان شاء الله. اكيد شكرا جزيلا لك، شكرا لتواضعك ولا يعني هيك سعه صدرك. شكرا لك كثير الصديقه القديمه العتيقه. انا اللي بدي اقول لك، انا بضم صوتي لانه من عمل معك يعني سيقدر قيمتك وسيعرف قيمتك اكيد، لانه كل الكلام يليق بك استاذ مأمون اكيد لك. يعني احنا متعاملين معك، فانت الذي يعني تعطي اريحيه الحقيقه، ونتمنى انه تكون نموذج لكثير من الاشخاص السوريين. شكرا جزيلا لحضرتك. انا كمان بدي اشكر الاستاذ يعني المسرحي الشاعر الاستاذ عدنان ايضا الازروني، شكرا لك وشكرا لكتاباتك، نحتاجها كثيرا بهذا الوقت. شكراً الحقيقه شكراً. انك يعني ايضا يعني تعطي شعور بالمسؤوليه ومحبه الوطن اللي نحن كنا بحاجه اكيد لها في هذه الايام. ست لينا حوارنا، شكرا لك دوما بتزيني يعني، وايضا حمامه السلام ان شاء الله بتكوني يعني مثلك كاي امراه ايضا سوريه لا تحمل الا الحب والخير والسلام. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ يامر سليمان. نحن طبعا بنقول لك انه دماء يعني اكيد سواء اخوك او كل شهيد الحقيقه في سوريا هي دماءنا ولا تكفينا يعني اكيد، ونحن يعني سنكون اوفياء ومخلصين لهذه الدماء الدرب. التي اكيد الضرب اللي ماشي اكيد ومصرين يعني أكيد. ونحن قاعدون ودائمون أكيد يعني بالرغم من انف كل هؤلاء أكيد. الذين يريدون النيل اكيد منا. انا بدي اشكر ايضا حضورك، بدي اشكرك، اتمنى لك بدي اتمنى لك التوفيق ايضا. بدي اشكركم ايضا الشباب، شكرا جزيلا لكم، الاعداد الاخراج الانتاج الفنيين، كل شخص سهم بإجاز هذه الحلقه من بعد العرض. ايضا مشاهدينا الاحبه في كل مكان، أجمل تحية لكم، إلى اللقاء. I'll be with you.